بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها أخرى، ومثل الفاجر، وفي رواية المنافق، وفي رواية الكافر، كمثل الأرزة لا تزول حتى يكون انجعافها مرة واحدة. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها أخرى، ومثل الفاجر، وفي رواية قال المنافق، وفي رواية قال الكافر، كمثل الأرزة لا تزول حتى يكون انجعافها مرة واحدة. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن والفاجر أو المنافق أو الكافر. فمثل المؤمن بالخامة أي الطاقة الطرية من الزرع كالأرز أو القمح أو الشعير، فهي ضعيفة تفيئها أي تميلها الريح إذا اشتدت مرة وتعدلها أخرى، يعني إذا سكنت الريح أو قربت السكون فتعتدل يعني مرة ثانية. ومثل الفاجر أو الكافر أو المنافق كمثل الأرزة، قيل شجرة الصنوبر، شجرة عالية عاتية لا تزول لا تميل مع الريح، ولكنها يعني إذا أراد الله جل قطعها فيكون انجعافها أي استئصالها يعني مرة واحدة. قال العلماء يعني بأن المؤمن دائما يبتلى ولكن ببلاء خفيف، لأن الله عز وجل يبتلي المؤمن لا من أجل أن يهلكه بل من أجل أن يربيه، ومن أجل أن يحس المؤمن بفقره وضعفه وحاجته واضطراره إلى الله عز وجل. فهو مثل الطاقة أو الخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها يعني أخرى. أما الكافر والفاجر فالله عز وجل يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعض السلف: يعطيهم النعم ويمنعهم الشكر، وقال بعضهم: كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة، فيصد عن سبيل الله
أو يحارب دين الله عز وجل أو ينشر الفواحش وعنده من الصحة ومن الجاه ومن المال ما يستمر به على معصية الله عز وجل، لا يصاب بفقر أو بمرض فيحس بضعفه وفقره وحاجته إلى الله عز وجل. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله عز وجل يبتلي المؤمن من أجل البلاء والتمحيص ومن أجل تكفير الذنوب، أما الكافر فالله عز وجل يعطيه من المال والصحة يعني حتى إذا ظن أنه قدر على الدنيا ووصل إلى غايتها، فالله عز وجل يبتليه ببلاء يزيل عينه وأثره حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحجت الجنة والنار. فقالت الجنة: أوثرت بالضعفاء والمستضعفين. وقالت النار: أوثرت بالعتاة والجبابرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يعني فوائد: الفائدة الأولى يعني أن المؤمن غالبا يكون ضعيفا في بدنه قويا في قلبه، لأنه يهتم بقلبه وبأغذية الإيمان، يربي نفسه بالقيام والصيام وتلاوة القرآن، فدائما يكون يعني قويا في قلبه، كما قال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أقوياء يعني في قلوبهم، إذا خوفوا بغير الله ازدادوا إيمانا وحبا لله عز وجل. المنافق عكس ذلك، والكافر والفاجر، فهو غالبا يكون قويا في بدنه ضعيفا في قلبه، كما قال عز وجل في وصف المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فهم إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يهتمون بأبدانهم ولا يهتمون بقلوبهم، فغالبا تكون أبدانهم قوية ولكن قلوبهم في غاية الضعف، يحسبون كل صيحة عليهم يخافون من لا شيء. فالمؤمن يهتم بقلبه وإيمانه ولا يهتم ببدنه بقدر اهتمامه بقلبه، والكافر والفاجر والمنافق بعكس يعني ذلك. وقد وردت الأحاديث التي تبين كيف أن الذنوب تكفر بالبلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال بلاء في العبد المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فالله عز وجل إذا أحب عبدا طهره في الدنيا. الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالعباد يحاسبون بمثقيل الذر من الخير ومن الشر، ولكن المؤمن كلما أذنب يعني ذنبا، كما قال يعني بعض السلف: ذهبت إلى صلاة الجمعة فانقطع شسع نعلي، فقلت: إنما انقطع لأنني ما اغتسلت غسل الجمعة. وقال محمد ابن سيرين: عيرت رجلا بالفقر منذ 40 سنة، فقلت له: يا مفلس، فابتلي بالإفلاس يعني قبل يعني موته، فقال: إني لا أعرف الذنب الذي أصبت به بهذا البلاء. فالحاصل أن المؤمنين يحاسبون يعني على الذنوب يعني في الدنيا حتى تخلص لهم حسناتهم. أما الكافر فالله جل يقول: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أي أن الله جل يعطي الكافر في الدنيا جزاء يعني حسناته حتى يرد على الله جل، ليس له عند الله عز وجل خلاق، ليس له نصيب، ليس له ثواب عند الله عز وجل، ليس له إلا النار والعياذ بالله. فالفائدة الأولى في هذا الحديث يعني أن المؤمنين دائما أقوياء في أبدانهم، أقوياء في قلوبهم، ضعفاء الأبدان غالبا، والمنافقون بعكس ذلك. الفائدة الثانية أن المؤمن يميل مع البلاء وينكسر للابتلاء. فمثله كمثل الخامة من الزرع تفيئها يعني تميلها الريح مرة وتعدلها أخرى، فهو ينكسر مع البلاء وينكسر لرب الأرض والسماء.
ويزداد قربا من الله عز وجل، ويحس بضعفه وفقره وحاجته، ويتضرع إلى الله عز وجل، بخلاف الكافر والفاجر. فمثله كمثل البعير لا يدري يعني عقله، يعني أهله ربطوا أو أطلقوا، لا يدري لماذا أطلق أو لماذا ربط. فكذلك هو إذا ابتلي ببلاء لا يتفكر أن هذا بلاء من عند الله، وأن الله عز وجل يريد يعني أن يعرفه بضعفه وعجزه، فهو لا ينكسر مع البلاء. فمثله كمثل شجرة الصنوبر التي لا تميل مع الريح، فهي عاتية متكبرة متجبرة لا تميل يعني مع الريح، بعكس المؤمن الذي ينكسر مع البلاء ويميل مع البلاء. الأمر الثالث يعني في هذا الفائدة الثالثة في هذا المثل، يعني أن طاقة الزرع، الزرع مبارك، ولذلك الله عز وجل يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالحبة الواحدة من القمح أو من الأرز تثمر يعني 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ولكن الحبة الواحدة من شجر الصنوبر أو غيره من أشجار العاتية لا تثمر إلا شجرة يعني واحدة. فالزرع مبارك. كذلك يعني من الفروق يعني أيضا يعني أن الزرع تكثر يعني أفراخه ويؤازر يعني بعضه بعضا، كما مثل الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه يعني فراخه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمؤمنون بينهم من المحبة والتناصر والتعاضد، بخلاف المنافقين، فقال عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني هم من جنس واحد من جنس الكفر، فهم بعضهم من بعض، ما قال بعضهم أولياء بعض كما قال عن المؤمنين، بل قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهم في الظاهر كأنهم جميعا، وفي الواقع يعني قلوبهم يعني شتى. كذلك المؤمن ينتفع يعني به بعد موته، يكون غالبا ترك صدقة جارية أو ترك ولد نافع أو ترك يعني علم ينتفع به. والزرع كذلك إذا استحصد فإنه يبقى يعني بعد حصده قد يعود مرة ثانية يعني يثمر طاقة أخرى من الزرع، أو باقي الزرع يكون يعني طعاما للفقراء، يبقى منه بقية يطعم منها الفقراء أو ترعى فيها المشية. فغالبا ينتفع يعني به بعد يعني حصده، بخلاف يعني شجر الصنوبر فإنه لا ينتفع به. عباد الله، نحن يوشك أن يودعنا هذا الضيف الكريم، وكما قلنا في بداية الشهر الله عز وجل قال أياما معدودات، مع أن شهر رمضان 30 يوما أو 29 يوما، ومع ذلك قال أياما معدودات. فما كدنا نستقبل هذا الشهر الكريم ونفرح بوجوده، ونستعد بالقيام والصيام وتلاوة القرآن، فإذا به يوشك يعني أن يرحل عنا. يا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق، عسى وقفة للوداع ترفو من الصيام ما تخرق، عسى ساعة توبة وإقلاع، عسى أسير الأوزار يطلق، عسى من استوجب النار يعتق، عسى وعسى من قبل وقت التفرق، إلى كل ما ترجو من الخير تلتقي، فيجبر مكسور ويعتق تائب ويسعد من شقي. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه الساعات القليلة الباقية من هذا الشهر المبارك، وأن يختم الله عز وجل لنا هذا الشهر الكريم برضوانه ومغفرته.
فالسعيد يعني من فاز يعني في هذا الشهر الكريم بمغفرة الله عز وجل بكثرة أسباب المغفرة في هذا الشهر من الصيام إيمانا واحتسابا، والقيام إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فنسأل الله تعالى أن نكون يعني في نهاية هذا الشهر من العتقاء يعني من النار، ونسأله تعالى ألا يحرمنا من مواسم المغفرة والرحمة، وأن يهيئ لنا أسباب المغفرة حتى ننجو من عذاب الله عز وجل ونفوز بجنة الله عز وجل. ونسأله تعالى أن يكون قدوم هذا الشهر على المسلمين وقد ملأ بيوتهم بالخير والطاعة والعبادة، أن يكون يعني أيضا قد أتى لهم بأسباب المغفرة والرحمة وأسباب النصر وأسباب العز والتمكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.